مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام. عن مهاجر بن أبي الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ: قل يا أيها الكافرون، حتى ختمها. قال: قد برئ هذا من الشرك. ثم سرنا فسمع آخر يقرأ: قل هو الله أحد. فقال: أما هذا فقد غفر له. أخرجه النسائي. مع القرآن ترتيل وذكر به الأرواح تصفو كالغمام به الأرواح تصفو كالغمام.